هذا له إنسان، أحتاج الهيكل فقط. فبالتالي لو مسحنا بعض معالم من الصورة سهل لنا إن إحنا نحدد من هذا الشخص بالضبط، فما نحتاجش الصورة الأساسية بالضبط من غيرها. واضح؟ واضح شباب؟ طيب هذه نعم إيش اسمها؟ هذه اسمها blurring image، زي ما سألني أمجد بالأول إيش العملية العكسية؟ blurring image. فلو كانت الصورة الواضحة تشي تغبشها بالشكل هذا بيكون blurring image، لو أنت تشي تعمل العكس المفهوم الأول لي دي blurring image. واضح؟ طيب نجي على فأول شيء. ثاني شيء يقول لك كمان من أهمية معالجة الصور rendered more suitable for autonomous machine perception. شوفوا لو تجوا الآن هذا إيش معناته؟ إنك تخليه مناسبة لتوقعات الآلة، اللي نكون تقول لك مش للعين البشرية، أهم شيء حسب الأبليكيشن. نرجع بس شوية، عفوا أرجع بس، نكت مش أخرج بس أشترجع لكم فقط على اللي قبلها. فركز الآن على الشباب، ركزوا على الآن. الآن النقطة الأولى هذه، عفوا ها هذه الصورة، هذه الصورة كانت مش واضحة، إحنا رجعناها واضحة، صح؟ صح ولا لا؟ هذه الصورة كانت شوية وضحناها بالإيميج، بالإيميج شاربينينج. طيب ركز الصورة الثانية، تمام. الصورة الثانية كان فيها نويز، رجعناها ريموف نويز. فالأول شاربينينج ونويز ريموفينج كانت عبارة عن إنك توضح معالم الصورة اللي هي أول هدف للإيميج بروسيسينج. أما الثانية شوفوا، وهذه كمان إن إحنا الصورة الغير واضحة رجعناها واضحة للعين البشرية. فهذه الثلاث الأمثلة سواء شاربينينج ام ريموفينج او ولا ايميج ديبلورينج كانت ما هي الا عباره عن الصوره اللي غير واضحه رجعناها لصوره واضحه. هذا كانت الهدف الاول، انه يقول لك لابد انك تعمل تحسين للصوره بحيث انه حسب تطور الانسان. وضحت معنا؟ فالشاربينينج والديبلورينج لانه خلينا واضحه حسب، يا عفوا، حسب اللي احنا نشتيها. فنشوف الصوره هذه رجعناها اوضح، الصوره الثانيه كمان رجعناها اوضح، والصورة اللي قبلها كمان وقعناها واضحة. فحسب عيوننا نحن، حسب تصوراتنا نحن كبشر، إنه هذه الأحلى. فهذه أحد النوع الأول ليش نحن نستخدم الصور إيميج بروسينج. فالاستخدام الأول إيميج بروسينج إن الصورة لعين البشر الغير الواضحة بخليها واضحة أكثر. الاستخدام الثاني للإيميج بروسينج لا، وهذه كانت بالنسبة لنا مريحة جدا لعينك أنت كبشر، هذه مريحة، أيا أحسن لك، هذه ولا هذه؟ كنا كبشر هذه، صح؟ داخلية السعر أكيد. احنا حولناها للشق الثاني. فبالتالي فايندينج ايدج ولا اللي هي بلورينج ايميج، هذه معناته مش لعيننا ولكن للآلة، لأنه قد الآلة ما تحتاجش بيانات كثيرة للعد، أو تحتاج ما تشي تعرف من هذا، هل هو حيوان هو إنسان، ما تحتاجش الخلفية. فبالتالي هذه تساعد الآلة أكثر. وهذا كان اللي رقم اثنين، ليش نستخدم الإيميج بروسينج هنا، بتخليها للماشين بيرسبشن. الأول كان هيومن بيرسبشن، الأول كان لنا كبشر تخليها واضح لنا كبشر، الثانية بتحاول تخليها واضحة للآلة. على أساس كذا قلت لك إيميج بروسينج، الحين قد تحصل الصورة حلوة، يا سلام، أنت تروح تغبش فيها، هذا كمان معالجة صور. فمش معناته معالجة صور أنني أحسن إنهانسمنت أوصل لأحلى حاجة، لا، معناته قد توصل لأحلى حاجة أو العكس. طيب هذا كان لما، بالتالي عرفنا ايش معناته وليش استخدمنا الايميج بروسينج. فلو قلنا نعرف ايميج بروسينج، وات از ايميج بروسينج، من النقطتين اللي حكيناهم من قبل. النقطه الاولى ان تحاول تعمل لك امبروف، تحسين للصوره على تفسيرات الانسان بحسب ما يحتاج الانسان، بحسب ما يشوف الانسان انها مناسبه، او انها بتحاول تخلي لك الصوره مناسبه لتفسيرات الاله. فهذه من معناها من الاثنين نقدر نعرف ما هو أو what is digital image processing. طيب غيرها image، في حاجة اسمها image acquisition and sampling. acquisition معناته الصور اللي قدامك انت بتعمل لها acquisition and sampling، يعني تقلل البيانات. مش نحن قلناها، ركزوا معي من الآن، بتكلم عن الخطوة هذه، تمام؟ السامبلينج والاكوزيشن حق هذه النقطة مش حق أول نقطة. فكيف أعمل أتونوموس للماشين؟ فيا إما الصورة حقي ما تشيش بيانات كثيرة، على فكرة هذه بيانات من، لو تجي تشوف هي عبارة عن الكونتينوس فانكشن للساين اكس بلس ساين 3 اكس
باي 3، يعني هذه الدالة، هذه رسم هذه الدالة اللي قدامك، فتشوف الدالة مستمرة ولا متقطعة؟ الإجابة مستمرة. مستمرة أكيد. مستمرة اللي تسمى أنالوج، صح؟ أنالوج. فعلى أساس أني أرجعها أعمل لها أكويزيشن وأعمل لها سامبلينج بيكون بهذا الشكل، بشكل نقاط متقطعة، بحيث لو ركزتم الصورة الأول لكن تقول لك اخفي بعض المعالم، اخفي بعض المعالم، امسحها، فهنا مسحنا هذا المعلم، مسحناه نهائي، فعملنا هذا الشكل. طيب بس هذا الشكل تتوقع إنه هذا نفس هذا الشكل، هل من هنا تتصور إنه نفس هذا ولا بعيد؟ بس مناطق الزيادة والنقصان من البيانات ايوه بس ممكن ما تشبه خلاص لوش، صح؟ تشتغل خلاص. ايوه معناته اذا بعدت كثير من البيانات، فكلما بعدت اكثر كلما الصوره مره قللنا البيانات ما قدرناش نتضح اي شيء، وهذا ما يفضلش. طيب شوف الشكل الثاني، من القريبه لهذه؟ الشكل الشكل الثالث رقم 3. الشكل رقم 3، ممتاز، لانه هذا الشكل الاصلي، فبالتالي هذه الصوره ما هي الا مقاربه للشكل الاصلي. فنحن هنا مسحنا بعض المعالم مقاربة الأصلي، فمتى أحتاج هذه ومتى أحتاج هذه؟ فالآن إيش معنى سامبلينج؟ معناته سامبلينج إنك تقلل من البيانات بالصورة بشكل نقاط، يعني معناته إنك تحول الأنالوج اللي المستمر تحوله لديجيتال، واضح؟ اللي مثلا معناته التيار المستمر، مش معناته معك تيار مستمر وتيار متردد، هذا نفس الخبر، إن إحنا ما نشتوش مستمر نرجعه متردد، نرجعه ديجيتال. فلما ارجعه ديجيتال مسحنا الصوره، بس انت حسب الابلكيشن حقك، لو انت تشتي تمسح بيانات كثيره تقلل عدد السامبلينج، يعني تختار نقاط صغيره جدا، ولو انت تشبه له بس حاجه بسيطه تخفي بعض المعالم من شان تسرع لك من الصوره، بتختار الشكل رقم 3. طيب تعالوا شوفوا، هذا تسمى سامبلينج ريت، وضح ان احنا نقلل من بيانات الصورة لاقل اقل اقل بيانات ممكنة، انت اللي بتحددها حسب الابليكيشن. فالسامبلينج ريت ما هي؟ ما هي الا عبارة عن عدد البكسلات اللي انت بتعمل عملية انقاص لهم. اما الاكويزيشن والسامبلينج هي معناته من هي النقاط اللي بتختارها، الريت كم عدد النقاط، لكن طريقة السامبلينج ايش النقاط اللي بتحددها، يا اما هذه وهذه وهذه او بهذا الشكل. أهم شيء يعني أخذنا معالم من الصورة. طيب فبالتالي هنا يقول لك sampling refers to the process of digitizing a continuous function، يعني ال continuous function اللي الدالة المستمرة بتخليها digital. تعال شوف هنا، شوف هذه الصورة، صورة أساسية، شوف إيش في بها بالضبط، صورة الطفل هذا، لما تعمل له sampling شوف كيف بيرجع. هذه لما اخترنا 128 في 128 سامبلينج، يعني هذه كان مقاربة للأصل. طيب شوفوا الآن، لما تعمل 64 في 64 تقلل البيانات، يعني حذفنا بيانات كثيرة، لما قللناها رجعنا بس شلينا 32 في 32، لما قلل 16 في 16، فشفتم كيف الفروقات ما بين الصور؟ واضح يا شباب؟ وضحه؟ واضح. نعم الآن اشتي أقول لك، واضح. كلما قللنا عدد النقاط، هذه أبو 16 في 16 مثلا تكون زي كذا، فكلما قللنا النقاط السامبل كلما خلاص ما وضحت لنا شو، كانت واضحة. فشوفوا هذه الطريقة الأولى، كانت الصورة اللي 128 في 128 قللنا، رجعت 64، شوف كيف قللنا 32، قللنا خلاص. الآن هنا شوف، شوف المساحة ما بين هنا وهنا، ما بين هذه، شوف في نقاط، وكأنه هنا مش نقاط، هنا كأنه نويز، صح ولا لا؟ كأنه موجود النويز هنا. فإحنا قلنا إيش معنى النويز؟ إخفاء بعض معالم الصورة، غيرنا المعلم هذا، غيرنا المعلم الثاني، وغيرنا المعلم الثالث، لما وصلنا لدرجة إنه مختلفة كثير من المعالم. بس الآن هل هذا يفيدك بأي شيء؟ هنا مسحت المعالم بشكل كلي، فما عاد تفيدناش بأي حاجة، يمكن هذا استخدمه مشان أغطي على وشوش المجرمين، لكن إحنا يمكن هذه كنا نقدر نميز هل هو طفل ولا لا، هنا يمكن، لكن هذا ما عاد نعرف هل هو طفل، هل هو حيوان، هل إيش بالضبط. فهذه بس من شان إخفاء المعالم زي ما قلنا المجرمين، أما هذا يمكن تغير بيانات، تحذف بيانات لأغراض أخرى. هذا اللي كنا نقصد بالسامبلينج ريت. طيب أنا بتوقف لهنا يا شباب.
في أي سؤال لغاية محاضرة اليوم انتهت إلى هنا، في أي سؤال على الأول؟ دكتورة نزل لنا الملخص اليوم ده، يعني المحاضرة حتى اليوم الآن أنا بحاول الملف برسل لكم.